السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين أثاث الثقة، متابعين الأوفياء. خوتنا درنا لكم لي طابل باس، درنا لكم لي صالون، درنا لكم لي زارجونتري، لي بايو، عاوناكم كامل في تأثير صالوناتكم متابعين الأوفياء. بالبركة على كامل جميع واحد استفاد معانا من الأسعار تاع لي صالون تاع لي زارجونتري. الله يبارك، عددكم راهي كبيرة، وحتى احنا خوتنا رانا نسيو كيفاش نكبروا في الجروب تاعنا باش نوفيو لكم بكل حاجة. خوتي خويا أمين بارك الله فيك، تحية أمين اللي راه مرافقني في هذا الفيديو. خويا إسلام الله يحفظك، خويا إسلام خوتنا ماكس دو جام اي ماكس دو بارتاج. خوتي ماكس دو جام اي ماكس دو بارتاج هكا خوتنا. خوتي اليوم جبنا لكم فيديو خاص بلي طابل جيدون، هذا الارتيكل اللي تمناه كل مرأة جزائرية كل يوم. خوتنا كيما انا الوالده تاعي دائما تقول لي يا طفل طابل جيكون في الدار لازم. خوتنا هذا الارتيكل اللي تتمناه كل مرأة جزائريه وتفوت على المحل تاع الموب ودائما تعجز باش تشريه، اللي صاير لها هذه الحاله تكتب رقم واحد في التعليقات. خوتنا اليوم باذن الله كامل تستفادوا معنا بلي طابل جيكون، اسعار جد معقوله وحاجه في لاكار. شوفوا الله يبارك جبت لكم بليزيور موديل، راح نشرحهم باذن الله موديل بموديل. نبدا لكم هذا الموديل خوتي نيميرو 9، لو موديل نيميرو 9 في بيغازيل. لي بيغازيل خوتي راهم تريز على مود. شوفوا خوتنا خدمه متقونه، جاي على شكل فورماج خوتنا، على شكل مثلثات. هايل هذا الموديل، هايل 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 خوتنا. شوفوا فيه لهنايا الشعار تاع الفيرساتشي داو لهنايا، خدمه ما شاء الله في الاتره، فيه قاعدة زجاجية بزجاج نوار. خاوتنا السعر تاع هذا الموديل هو 2,200,000 2,200,000 للتوضيح فقط. هذا لي طابل جيكون راهم حاجة في لاكام في الآخر، سما أسعار معقولة على حاجة شابة هكذا. شوفوا خاوتنا عندكم هذا الموديل ثاني، هذا الموديل اللي الله يبارك راه داير بلاصتو في السوق الجزائرية. شوفوا خاوتي هذا الموديل راه ديمونطابل، يديمونطابل بكل سهولة ما شاء الله. فيه قاعدة زجاجية بزجاج نوار ثاني اون بوا اتر خشب الزان، موديل هايل هذا. اللي عندهم حاجة هكا دي صالون في ستيل تورك ولا دي صالون مودرن، هذا الموديل ننصحكم فيه خوتنا. لا طاب جيكون نيميرو 6 هذه، يعني ريفيرونس تاعها نيميرو 6 تي جي 06 خوتنا. السعر تاعها هو 2,200,000 بزوج ملايين و 200. عندكم خوتنا ثاني الايفون، الايفون هذه يا خوتي كانت كاينه هذه صغيره جايه هكذا، هذه كنا نشوفوها كبيره كيما كانتش كاينه الكبيره. خوتنا عندكم هذه الايفون اللي محبوبه بزاف من المتابعين تاعنا، هذه السعر تاعها كان 22 كان 2,200,000 بصح يا خوتي كي دخلت الكبيره هذه هي هذه اللي هي لاطاب جيكون نيميرو 3. لاطاب جيكون نيميرو 3 ولا دير 22 ولا دير 2,200,000 ها ليكم ايفون في الكبيرة والصغيرة ولا دير 18، هكذا باش تكون الأسعار في متناول الجميع متابعين الأوفياء. وعندكم خوتي ثاني هذه هي في الدائرية، سما لحد الآن شفنا الآيفون شفنا على شكل مثلثات ورانا نشوفو على شكل مستطيلات، وشفنا أيضا ورانا نشوفو الآن على شكل دوائر. ها عليكم ثاني في الآتر في البواتر، شوفوا لي بي خوتنا لا فينيسيون يجوا ثلاثة هكذايا، هذا واحد يقرب للزبائن تاعو، عفوا قلت لك للزبائن، يقرب للضيوف تاعو. ها ليكم خوتنا، لا طاب جيكون نيميرو 4 رقم 4، خوتنا هذه هي السعر تاعها ثاني 2,200,000 2,200,000، ونختموا خوتنا في هذا لو موديل اللي جاي بومبي، هذا الموديل هاي شوفوا برك بي بي تاعو شحال خشان. هايل هايل هذا البومبي، هايل هايل بزاف هذا الموديل. هذه طاب جيكون نيميرو 12 هذه رقم 12 خوتنا، السعر تاعها هو ثاني 2,200,000. شفنا خوتنا طاب جيكون من 1,800 حتى 2,200,000 ونساعدوا خوتنا ماشي مشكل. شفتوا الاسعار اللي قلنا لكم عليها اسعار معقوله، ونزيدوا نساعدوكم باسكو علاش ما نحبوش ما نحبوكم تشعروا بهذاك الشعور تاع انه حاجه ما تقدروش تشروها. مع محل أثاث الثقة تدو كل حاجة خوتي تتمنوها. نشكركم خوتي على متابعة هذا الفيديو، نشكركم جزيل الشكر، ونقدم تحية من هذا المنبر لجميع محل أثاث الثقة. ما تنساوش الإعجاب والنشر والاشتراك ومتابعتنا هذا المساء في البث المباشر تاعنا اليومي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.